طب بص بقى يا شيكا، انا بحب فيكي تنوع ادوارك. بحاول انوع ادواري عشان الناس ما تزهقش. يا حبيبتي عملتي الملعب والمدمنة وبتاعت الاعمال وقتلت عيال صغيرة وصاحبتي عيال صغيرة وخنت جوازاتك وقتلت جوازاتك. لتوفيق الدقن ما عملش نص اللي انت عملتيه. ايه بتختاري ادوارك ازاي؟ يعني بشوف الدور بحاول ان هو يبقى جديد عليا، ان انا ما كنتش عملته قبل كده، وان انا يكون حلو ومؤثر في العمل اللي انا هعمله. عشان كده بقى بقيتي عميقه في اخر كام سنه وبتعملي افلام مهرجانات. ايوه الضيف ونمره 2 وفوتوكوبي. مظبوط كده. ده ايه، عائلتي ولا عشان سميحه ايوب مش فاضيه؟ لا كان ادوار مختلفه بالنسبه لي عشان كده كنت عاوزه اعمله. طب وايه دور لسه يا شيكا نفسك تعملي؟ دور راجل. يا ستار راجل ايه دي الالوان دي؟ لو على راجل ده يتاكل والله. ما بتشوفيش بسات بتعمل ايه مع تامر هجرس؟ بس كان نفسي اعمل دور راجل. طب يا اختي ما تخليش حاجه في نفسك، تعالي انا احقق لك حلمك. بجد؟ اه ولا انت من دلوقتي اسمك شريف رضا. اوكي خدي. انا شريف. وادي شنب المرحوم شايله ذكرى. تعرفي تاخدي تركيب الشنب ده؟ وري. فك الدبل تيب. ايوه وحطيه على حواجبك بقى. يا وعدي كويس؟ قمر. واخده شويه من شريف منير بس حلو. طيب بصي دلوقتي يا شيكا، انا هشغل لك مشاهد. اوكي. وانت يا شريف عليك تعيد تمثيلها. وانا همثل معاك. حاضر. ايه رأيك جاهز؟ جاهز. يلا رحبوا معايا بشريف رضا. واول دور يا شريف هو دور باباك في فيلم غرام في الكرنك. الله قمر. يلا اكشن. ده جواب كتبته لبابا. سلمتيلي عليه؟ سلمتلك عليه الجواب كله عنك. عني؟ يعني عنك وعننا احنا الاتنين. احنا الاتنين؟ قلتيله ايه؟ قلت له كل حاجة يا سلاحة. قلت له عن أيام البروفات ولما كنت بتوصلني البيت وماسك إيدي في إيدك زي اللي خايف لهرب منك، حتى اللي حصل بينا في القطر قلته له. يا نهار أسود، ده كلام يتقال؟ وإيه يعني، أنا متعودة أقول لبابا على كل حاجة بصراحة، بس مش حاجات زي دي يا أمينة. وليه لا؟ الحاجات اللي زي دي بتحصل كتير بين الشبان والبنات، لكن مفيش داعي تقولي لابوكي وتكبري الحكاية. قصدك ايه؟ قصدي الجواب ده ما تبعتيهوش. انت فاهم بتقول ايه يا سلاح؟ انا فاهم كويس قوي. انت اللي لازم تفهمي بقى يا امينة، الكلام ده في دماغك، ده كله مجرد وهم. يا نصيبتي وهم. ايوه وهم، وكل بنت علمتها الرقص عاشت في الوهم ده شويه، لكن بعد كده عرفت الحقيقه وما كبرتش الحكايه زيك كده. انا ما كنتش منتظره اسمع كلام زي ده منك، وما كنتش اتصور ابدا ان اخلاقك بالشكل ده. اطلع. ينفع؟ تنفعي طبعا. يلا الفيلم بقى اللي جاي. فيلم ايه؟ تاني دور هو لاحمد عز من فيلم اوراد رزق. من الكلام ده؟ وانا حنان واقفه في الشباك بقى بتفرج على الموز بيتخنق. اكشن. اضحكي بقى شوي. البنت حنان بنت الحاج حسين تخصني. اي دكر يتشقلب يتدحرج دماغه توزه يروح نواحيها هقطع وشه. امين. اللهم بلغت. حنان دورها كمان كان معبر قوي في اللقطه دي بصراحه. ادائي ابهرني. انا برايي بقى انت تكلم طارق العريان يا شريف
وتعمل انت الجزء الثالث يسموه اولاد رضا. طب يلا تالت مشهد بقى. فهو مشهد من المسلسل الخالد طائر الحق. مبروك يا استاذ. الله يبارك فيك. بس على ايه بقى؟ على الوعد القديم اللي اتجدد النهارده بالدبله اللي في ايدك دي. اه وده سبب اصرارك اللي خلاك تجيبنا هنا النهارده؟ انت ناسي يا وجدان ان احنا اول مره نتقابلنا في المكان ده، من المكان ده اتولد فيه حبنا. أنا الأوان بقى يا أشجان إننا نتوج الحب ده. ويا ترى هنتوجه بإيه يا عزب؟ لحظة واحدة. اتفرج عليه وقولي لي رأيك. الله يجنن يهوس. دي أقل حاجة تليق بمقامك حبيبتي. يلا بقى البسيه جنب الدبلة القديمة علشان يبقوا شاهدين الاتنين على حبنا. مقاسي بالظبط. مبروك يا اشجار. الله يبارك فيك يا عزبي. معلش القصر لسه شويه، انا بجهزه وانت عارف انا اصلي بعت اجيب العفش اكسسوار كل الادوات الكهربيه كلها جايه من بره، بس قريب قوي هيكون جاهز. جهز القصر براحتك وتعالى اقعد معايا في الفيلا، على الاقل ما نسيبش سلمى لوحدها. يلا خد النضاره يا عزبي. أكشن. مبروك يا أشجان. الله يبارك فيك. بس على إيه بقى؟ على الوعد القديم اللي اتجدد النهارده بالدبلة اللي في إيدك دي. وده سبب إصرارك اللي خلاك تجيبنا هنا النهارده؟ أنت ناسي يا أشجان إن أنا أول مرة نتقابل اتقابلنا في المكان ده، وإن المكان ده اتولد فيه حبنا، وأنا الأوان بقى يا أشجان إننا نتوج الحب ده. يا ترى بقى هنتوجه بيه يا عزمي؟ لحظة واحدة. قولي لي بقى رأيك في الختم ده. فرجي بقى قولي لي رأيك. يجنن يهوس. دي أقل حاجة تليق بمقامك يا حبيبتي. يلا البسيه جنب الدبلة القديمة عشان يبقوا شاهدين الاتنين على حبنا. مقاسي بالظبط. مبروك يا أشجان. الله يبارك فيك يا عزمي. معلش القصر لسه شويه بجهزه، انت عارفه ناسي بعت اجيب العفش والاكسسوارات وكل الادوات الكهربائيه كلها جايه من بره، بس قريب قوي هيكون جاهز. جهز العصر براحتك وتعالى اقعد معايا في الفيلا، على الاقل ما سيبش انا لوحدي. يا حبيبتي يا فوفة. طب هاتي بقى الشنب ده عشان سلفان من احمد عبد العزيز. ارجعه لي. تفضلي يا قبل. تفضلي يا حبيبتي. لا فل يا شيكة كده أكيد عمرك ما هتعملي دور راجل. أنا ما أعتقدش كده إن حد هيخليني أعمل دور راجل. يا أختي وإحنا مش عايزين نشوفك كراجل، عايزين نشوفك كست. أحلى ست عندنا هنقلبها راجل.